أما هذه القصيدة أنا سويتها في الريال العماني، والريال له مكانة عظيمة في قلبي وأعتز به لسببين. السبب الأول لأنه عليه خنجر شعار الدولة، والسبب الثاني لأنه عليه صورة مولانا حضرة صاحب الجلالة الله يبقيه. فلي قصة مع الريال. أنا كنت مصفر، ما حد معيش مرة مصفر، بقى عندي ريال واحد بس لي 4 أيام قبل ما أنام أتحالي فيها، وإذا بنام أحطه تحت راسي وأفكر وين بيروح هذا، كيف نهايته بتكون معي يعني. اليوم الرابعة شافته الحرمة قالت أنت معك ريال؟ جيب ريال هذا، روح اشتري لنا الحين سامة. وراح الريال. تذكرته أنا، لأن أنا طبيعتي أمرض، ما عندي فلوس أمرض والله العظيم، أستاجع راسي وأتصدى يعني أدمع باختصار يعني، ما عاد بستحي. فقلت ما عاد دلي مزاجي غير أبو خنجر جديد، بس بشرط يكون جديد، مش هيك المشطورات بعضين أعطوه يعني. قلت ما عاد دلي مزاجي غير أبو خنجر جديد، الريال الأحمر نساني آه لو أشوفه ثواني، من غيابه كم أعاني وقلبي ما هو من حديد. الريال غرم بحالي كم سهرني ليالي، أحبه أكثر من عيالي أحب من ماضي تليد. كم طرحته تحت راسي ما صخيبه في كياسي، ما هقيته يكون قاسي يختفي مني بعيد. قالت الحرمة كفاية، الحرمة شكت فيني غلبت ما تغدي وغلبت ما تعشي، تفكرني بوزوق وكذا. قالت الحرمة كفاية ليش ما تأكل غدايا، شي معك حرمة ورايا الحرايف ما ريد. قلت يا حرمة طلبتي شروحي نامة عند أهلي، أنا ما حبيت غيرش بس خليني وحيد، خليني في مشكلتي هذه. قالت الحرمة كفاية ليش ما تأكل غدايا، شي معك حرمة ورايا الحرايف ما نريد. قلت يا حرمة طلبتي شروحي نامة عند أهلي، أنا ما حبيت غيرش بس خليني وحيد. يوم هل الشهر جاني طلع المعاش شيخ القيدر، يوم هل الشهر جاني جا ونور لي مكاني، قال هذول أخواني شيل منهم اللي تريد. قال بو 10 يخصوا بيعرفن عليهم، قد نسيتهم أنا هذول، بيت بو 10 بيت بو 20 بيت، هذا ما نشوفهم لآخر الشهر أو في التلفزيون أو في جريدة أو غير. يوم هل الشهر جاني جا ونور لي مكاني، قال هذول أخواني شيل منهم اللي تريد. قال بو 10 يخصوا، أما بو 5 صهرته ونطبو 50 قدو هو التميمة والعقيد. شيخ القبيلة أبو 50، إذا معك 2 أنت كبير شيخ أنت. قال أبو 10 يخصه، أما أبو 5 صهرته ونطبو 50 قدو هو التميمة والعقيد. قلت له ما خفت ربك، قلت له ما خفت ربك وأنا اللي هايم بحبك، كم سألت البنك عنك ما لقيتك في الرصيد، صفر الرصيد، كل ما يروح نتخبر شيء يقول ما موجود عادي. قلت له ما خفت ربك وانا اللي هايم بحبك، كم سألت البنك عنك ما لقيتك في الرصيد. قال انت اللي بديت، ادي عمرك انت اللي بديت، يوم رحت واشتريت النقانق والفليت من دكاكين البليد. قلت له نعم انا خطيت، لا عاد تسوي لعميت، انا من شفتك رضيت، العتب ما عاد يفيد. انت لك عزه ومقدار، فاقت اليورو ودينار، ما يربطونك بدولار وانت في القمه فريد. العزيزي كيرش، انت لك عزه ومقدار، فاقت اليورو ودينار، ما يربطونك بدولار وانت في القمه فريد. ذاب قلبي في بعادك، والله ذاب قلبي في بعادك، بعد ما طول غيابك وانت في العالي مقامك صرف سيدي بن سعيد. انت لك اغلى مكانه، بانضمك في الخزانه، بس انا بعدك هيانه وباطلب ربي يزيد، ما يعدل لي مزاجي غير بو خنجر جديد. شكرا.